انطلقت الدفعة الأولى من برنامج الدبلوم المهني في العمل البرلماني، وذلك بحضور سعادة خولة الملا رئيس المجلس الاستشاري في الشارقة والأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة. بمشاركة 27 منتسباً، انطلقت الدفعة الأولى من برنامج الدبلوم المهني في العمل البرلماني الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، وينظمه المجلس الاستشاري بالتعاون مع جامعة الشارقة. بدأنا من 8 شهور في صياغة ماذا نريد لهذا العضو أو من يعمل في البرلمان، سواء كان محلي أو اتحادي، أن تكون له ثقافة. فوضعت تقريبا بعض المحاور، 14 محور، بحيث انه كيف يخوض الانتخابات، كيف يقدم برنامج انتخابي، ما هي السلطه التشريعيه التنفيذيه القضائيه، ما هو الدستور. فهي ثقافات متنوعه. الدبلوم هذا يحتوي على 14 محور، ويعتبر من اكبر الدبلومات المهنيه اللي فيها محاور. وطبعا ايضا في نفس الوقت راح يكون في 12 محاضر، يعني من مختلف الأماكن أو الاختصاصات، يعني محاضرين من داخل الجامعة ومحاضرين راح يكون من خارج الجامعة، الذين لديهم خبرة واسعة في موضوع العمل البرلماني. البرنامج يهدف لنشر ثقافة العمل البرلماني في إطار ما تشهده الدولة من انتخابات في مجالسها، ويسهم في اكتساب المعرفة والخبرات والدراسات المختلفة في كافة الجوانب التي لها علاقة بالبرلمان. حبينا نشارك في هذا البرنامج اللي هو الدبلوم المهني للعمل البرلماني، ونتمنى إن شاء الله يعني يضيف لنا إضافة في حياتنا العملية والعلمية، ونتطلع لأمور مستقبلية إن شاء الله في إن كان في المشاركات البرلمانية على مستوى الإمارة أو على مستوى الاتحادي. انضمامي للدبلوم المهني في العمل البرلماني في هاي الفترة صراحة كان الهدف من أننا استزادة من المعرفة. الواحد يوصل مرحلة أنه يحب يطور من نفسه في كل مجالات الحياة. طبعا بالنسبة لي انضمامي لهذا الدبلوم صراحة بالنسبة لي أنا يعتبر هذا تشريف أن أنا أكون واحدة من الطالبات اللي في مشاركين في هذا الدبلوم. على مدى 10 أسابيع يقدم برنامج الدبلوم المهني في العمل البرلماني العديد من المناهج التي تحمل الجانبين النظري والعملي، بحيث يتخرج المنتسب ملما بكافة المعلومات. الدبلوم المهني في العمل البرلماني جاء لينشر الثقافة البرلمانية كونه الأول من نوعه في الوطن العربي. لإخبار الدار، هويدا الشرقي، الشارقة.